يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بحثه عن ناد جديد هذا الصيف، وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن رونالدو طلب الرحيل عن الشياطين الحمر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وزعمت صحيفة داسان البريطانية أن ممثلي رونالدو تحدثوا إلى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وأقنعوه بضم النجم البرتغالي هذا الصيف، وجاء ذلك بعدما حصل ممثل رونالدو على إجابة محبطة عند عرض خدمات نجم مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ وتشيلسي هذا الصيف. وكان رونالدو منافسا سابقا لأتلتيكو مدريد في الليغا أثناء فترته مع ريال مدريد من 2009 إلى 2018، حيث سجل 311 هدفا في 292 مباراة بالليغا. وينتهي عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم آخر. ويغيب رونالدو عن معسكر إعداد مانشستر يونايتد للموسم الجديد لأسباب عائلية وفقا لما أعلنه الشياطين الحمر. ويرى الكثيرون أن كريستيانو يبحث عن مجده الشخصي خاصة مع اقتراب مسيرته من النهاية، وكان آخر من أشار إلى ذلك روبي فاور أسطورة ليفربول في مقال له بصحيفة ميرور، حيث قال: في بعض الأحيان عندما تقترب من النهاية فأنت تريد الحصول على أكبر المكاسب. ورونالدو لديه حب الذات ودوري أبطال أوروبا أكثر شيء يعرفه على الإطلاق، فهل يكون رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ناديها السابق باللعب للقطب الثاني بالعاصمة الإسبانية؟